في الحقيقة أنه كان في علاقات قوية جدا زمان بتجمع ما بين قراء القرآن الكريم والفنانين. طبعا كلنا عارفين القصة الشهيرة اللي كانت أول لقاء ما بين أم كلثوم وشيخ مصطفى إسماعيل. كان برضو كان في صداقة مع الشيخ سيد النقشبندي. محمد عبد الوهاب كان في صداقة مع الشيخ محمد عمران وبعديه الدكتور أحمد نعينة. فكان في علاقة قوية جدا وإعادات كتيرة جدا، والاتنين كانوا بيستفيدوا من بعض. كانوا بيستفيدوا من بعض من إيه؟ من المقامات الصوتية. دخل علم المقامات الصوتية على قراءة القرآن الكريم، وده يعني مش هنقول جديد قوي، لكن في البعض بيستغرب شوية والبعض بيتوجس من دخول هذا الفن وهو فن المقامات الصوتية. لكنه دخوله لعلم قراءة القرآن الكريم يعني كان في توظيف للايات، يعني الايات في بعض الايات بيناسبها مقامات معينه عشان تؤدي المعنى وبيصبح اشبه بتفسير للقران الكريم. متى ظهرت المقامات؟ مين اول حد قرا بالمقامات؟ والاهم من ده عشان الناس بتسال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا القران الكريم؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها في هذه الفقره مع الدكتور طه عبد الوهاب خبير علم المقامات. يا صباح الخير على حضراتكم. اوقات كتير واحنا بنسمع عمالقه دوله التلاوه بنلاقي في بعض الايات تخليك عينك تدمع كده او تعيط وتتاثر قوي بالايه. في بعض الاوقات تلاقي في ايه فيها بشرة، ايات تانية تحس ان ربنا بيكلمك في الايه دي، تحس ان الكلام موجه ليك. ده اسمه فن التصوير النغمي للنص القراني، المقامات الموسيقية. إزاي دخلت المقامات الموسيقية على قراءة القرآن الكريم؟ في بعض الناس بتتوجس من هذا الأمر، لكن عايزين نعرف بداية المقامات كانت إمتى؟ مين أول حد قرأ بالمقامات الموسيقية؟ كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن الكريم؟ كل هذه أسئلة طبعا وتفاصيل كتيرة عن المقامات الموسيقية الأصلية والفرعية منها هنعرفها من الدكتور طه عبد الوهاب خبير علم المقامات اللي منورنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا دكتور. أهلا بك سيدي محمد. يا أهلا بحضرتك، كل سنة وأنت طيب. صح السلامة وكل مشاهدينك ومتابعينك بخير يا رب. يا أهلا بك. في البداية بس لو نعرف السادة المشاهدين على مشوار الدكتور طه عبد الوهاب مع المقامات الموسيقية. أولا صباح الخير يا مصر، أنا بتفائل بيه قوي. طيب الحمد لله. يعني من الحاجات الجميلة قوي أول لقاء، ما كنتش لسه حصلت على الدكتوراه، كان الأستاذ محمد بيقدمني قال الدكتور، فأنا طبعا ما عدتهاش، قلت له أنا آسف ما معيش دكتوراه. فقال لي والله يعني بشرة خير إن شاء الله. وفعلا كان بالفعل بعدها على طول. فأنا سعيد قوي لظهوري على هذه الشاشة المحترمة ومع حضرتك. احنا المتشرفين بحضرتك والله. في طبعا موضوع المقامات، خليها المقامات الصوتية. ماشي. لماذا؟ لأن أصلها صوت. تمام. أما نرجع من البداية خالص، أول واحد فكر في الموضوع ده كان اسمه لامك ابن قابيل ابن آدم، لم يسمع موسيقى بل سمع أصوات من الطبيعة، سمع صوت العصافير تعمل كده، كم صوت؟ ثلاثة. قولهم ثلاثة تاني. سمع صوت المية لهم ثلاثة، البحر بيعمل كده، النهر المطر، فخد انطباع ان الصوت كم طبعة؟ ثلاثة. اول آلة عملها من العظم كان زي قرن حيوان كده ثقبه، انتج من العزف بتاعه اربع طبقات. ليه اربعة بقى؟ يقولوا عليها ثلاثة والرابعة الغطاء. الغطاء، انا لو بنيت اربع جدران ما نقدرش نقول عليها غرفة. امتى تبقى غرفة؟ لازم يبقى الغطاء. انما ينقال عليها بناية. فايه الدليل على الكلام ده؟ ما لقوا آلات في المعابد الفرعونيه وجابوا الله يرحمه محمود ايفة النياتي المعروف عزف عليها، لها بتنتج اربع طبقات، اربع درجات صوتيه. يعني كان المقام الصوتي اربع درجات في البدايه. الترانيم بتاعه التوراه في البدايه كان على اربع درجات، الترانيم في الانجيل كانت على اربع درجات، اربع طبقات صوتيه. اللحن اللي احنا تورثناه في بنشوف الافلام الابيض واسود، نحن غرابا دن دن دا را 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 را، ده رباعي. الكفار اللي كانوا بيلفوا حوالين الاصنام بيقولوا النغم ده، المسلمين استخدموا النغم ده، الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، كل ده رباعي. نغم رباعي. لحد سنه 32 هجريه ظهور النغم السباعي اللي هو السبعة والجواب
التامنة. ده قلنا اسمه في اللقاء ده في نفس البرنامج اسمه عبيد الله ابن أبي بكر الثقفي، ده ولد سنة 13 هجرية. اكتشف الموضوع ده سنة 32 هجرية. اكتشفها ازاي؟ لما سمع النغم الحجازي أو الحجازي لما كانوا بيقولوا عرج السكون بيقولوا حرف وينزل 6 درجات هكذا. كيف تكفرون بالله؟ قال لك لا ده الصوت كده مش 3 والجواب الرابعة، ده كده 7 والجواب الايه؟ التامن. فقال لك في 8 كده 8. طيب اما سمع الاذان لقى 7 مقاطع، الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، اقامه الصلاه 7، الله اكبر الله اكبر، ادي مقطع، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ادي 5، الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الصلاة 7، الله اكبر الله اكبر، سمع الله منها. الله اكبر 7. فبدا يكتشف ان الصوت مش 3 وجواب الرابعة، ده 7 والجواب التامنة. فبدا يعمل نغم على هذا الاسلوب فيسميه ايه؟ لا كل نغمة بيعملها أو كل جملة لحنية عبارة عن حاجتين، طبقة وبتصور حالة. فبدأ يدور عن مفردة تجيب نفس المعنيين، فوجد كلمة مقام موجودة في القرآن بنفس المعنيين. أحيانا تأتي بمعنى درجة قبل أن تقوم من مقامك، واتخذوا من مقام إبراهيم. وأحيانا تأتي بمعنى وصف حالة، مقاما محمودا. واما من خاف مقام ربه. فخد كلمه مقام وسمى النغم اللي بيعمله مقام الحب، مقام الفرح، مقام الحزن، هكذا. دي البدايه. اللي جاء بعد كده اسمه غيدو دي اغيزو، اللي هو عمل نوته سنه 1200 ميلاديه على السلم، وعمل نوته الموسيقيه على 7 درجات والتامنه، الجواب اللي هي النوته اللي احنا متعرف بيها. انما في مراحل عدت بعد كده، في محمد ابو النصر لازغل الفارابي، ده سنه 300 هجريه لما جه مصر وقعد يسمع القراء بس، الف كتابين موجودين على النت ممكن تشوف الناس تشوفها، كتاب اسمه الايقاعات للفارابي، كتاب اسمه الموسيقى الكبيره. هذان الكتابان يعتبر المرجعيه لاي كليه موسيقيه في العالم الى الان. هذا من خلال القران. طب نرجع للعصر الحالي، مين اشهر 2 غنوا؟ غنوا ام كلثوم محمد عبد الوهاب. بس عايزين اكتر من دولت. مين علم الاستاذ محمد عبد الوهاب؟ الشيخ محمد رفعت، الشيخ علي محمود، دولت ازيد زيته. مين علم السيد ام كلثوم؟ الشيخ ابو العلا محمد والشيخ زكريا احمد. خريجين ازهر. طبعا كانوا خريجين ازهر، ناس قراء. شومان، اسمه روبرت شومان، اللي هو الموسيقار العالمي الالماني، اللي هو ولد 1800، اللي هو قال القول المشهور بتاعته ايه؟ اذا اردت ان تتعرف على ثقافه شعب شوف الموسيقى، استمع الى موسيقى. طيب يعني اذا عنوان الشعب وثقافته موسيقى. كذلك مصر عنوان ثقافتها مثلا، اي ضيف بينزل ارض المطار بنسمعه ايه؟ السلام الوطني. مين عمل السلام الوطني؟ الشيخ سيد درويش. يعني الاصل في النغم، وحتى الموسيقار محمد عبد الوهاب كان بيقول كده للشيخ مصطفى اسماعيل، طول ما انتوا بتقراوا احنا بن ايه؟ باللحن. يعني إذ اصل النغم اهل القران. الموسيقيين بياخدوا، ولذلك تلاقي الناس العمالقه في التلحين زي الاستاذ عبد الوهاب كان جلساته مع مين؟ الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ عمران. والشيخ عمران ده عايز حلقات ليهم، قعدات مع بعض مع طبعا عبد داغر الله يرحمه، الموسيقار الكبير طبعا. طبعا كان يعني ايه الهدف من هذه الجلسات؟ بينموا حاجات في عقل استاذ الموسيقار عبد الوهاب. وانا قعدت مع الاستاذ عبد الداغر واشتركت معاه في حفل الليله المحمديه بدل الشيخ عمران بعد وفاته طبعا. سبحان الله، يعني انا لقيت الاستاذ عبد الداغر من هنا من طنطا الله يرحمه، وهذا الرجل كان موهوبه فطريه. اتفاجئت بيه، بيقول لي الشيخ عمران توفاه الله اول امس، والحفله بتاعت الليله المحمديه وانت اللي هتصرف.
قلت له انا ما عملتش بروفات ولا بتاع. قال لي انت هتتصرف. وكان معانا سيدنا الشيخ عبد الحميد ودار الله يرحمه. الله يرحمه. ورحنا سوا عملنا الحفلة في القلعة وكانت موفقة جدا ما شاء الله. كل دي ذكريات جميلة مع اما تلاقي الاستاذ عبد الداخل برضو. هو في البداية كان ايه؟ عازف كمان بسيط جدا مع فرقه الشيخ عبد الرحيم دودار. بس من قبلها وارث الموهبه من والده. ما انا فاهم. والده اللي معلم محمد فوزي. ما انا فاهم. يعني في البدايه عبد الاستاذ عبد الغير كان بيعزف مع مين؟ مع شيخ بيقول قصص وبتاع. ده وجه الربط يعني. فبرضه قال لا ده في صله وطيده. يبقى اذا هي مش مقامات موسيقيه خالص. مقامات صوتيه. صوتيه. تمام. لان مصدرها اصلا الصوت. كده مفيش داعي الناس تخاف منها يعني. لا لا لا. يعني بعض الناس بتحذر منها يقولوا ازاي طب ازاي كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقرا القران. ده سؤال مشروع برضه جدا. النبي عليه الصلاه والسلام كان يقرا بالتحقيق. بمعنى يعني بالبطيء جدا اللي هي القراءه اللي احنا بنسمعها حاليا. لان في ناس فهمت ورتل القران ترتيلا يعني اقرا بسرعه الترتيل وده غلط. رتل يعني زين. طب ايه الدليل النبي كان يقرا بالتحقيق؟ التحقيق اللي هو يعني بسم الله الرحمن الرحيم البطيء خالص. اما سئلت ام سلمة والسيدة عائشة كيف كانت تلاوة النبي قالت يمد الحرف مدا ويقف على رؤوس الآية لدرجة انني اتمكن من عد الاحرف ومن حفظ ما يقول. ادي دليل انه كان بيقرأ. وسيدنا علي بن ابي طالب مسؤول عن التجويد قال على القراءة قال تجويد الحروف لم يقل تجويد الكلمات ومعرفة الوقوف تجويد الحروف وما اذا كل حرف لوحده صح. انما الترتيل ده على فكره ده تلاوه مستحدثه علينا. هل تعلم المرتل اللي هو المرتل اللي احنا بنسمعه في الاذاعه ده؟ المرتل ده نشا سنه 1965 يعني قريب كنت انا موجود. ايه بقى اللي حصل؟ وانا بعتبره وانا مسؤول عن الكلام ده ان ده افضل قرار او يعني افضل انجاز عملته مصر. انا بعتبره اهم من بناء الاهرام وعلى مسؤوليه الكلام ده ان قررت حفظ القران صوتا. دي مهمه جدا لان الشيخ حسن الله يرحمه في جولاته في افريقيا وكده فاكتشف ان في نسخ من المصاحف فيها تحريف فكانت هنا الطمه الكبرى ازاي. وبعدين ربنا تعهد بحفظ هذا القرآن. فطبعا صال وجل في هذا المجال عايز يحفظ القرآن صوتا. كانوا الأول زمان بيسجلوا على بكر ريل كبير كده. البكرة تقيلة قوي وبتسجل 10 دقايق ربع ساعة. فراحوا يسجلوا الشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه في أحد الحفلات. سجلوا ربع صفحتين أرام 3 ساعات. هو كان بيقرأ مدة طويلة ويعيد ويزيد 4 ساعات. فاحتاجوا 12 بكرة. قال لك كده لا احنا مش هننفع ان ايه نحتفظ بالقرآن بالطريقة دي. فقالوا هنعمل حاجة اسمها مناقصة. ودي حاجة معترف فيها. ايه مناقصة؟ عكس ما زاد. جابوا الشيخ عبد الباسط والشيخ مصطفى اسماعيل والشيخ المنشاوي والشيخ الحصري والشيخ محمود علي البنا الخمسة العظماء وعملوا اجتماع في الإذاعة. قالوا مطلوب حفظ القرآن بسرعة لا تتجاوز 25-30 ساعة. وقدام كل واحد ظرف وورقة اكتب الرقم اللي انت عايزه. كل واحد كتب رقم ما عدا الشيخ حسن كتب جملته الشهيرة لن اتقاضى اجر نظير تسجيل القرآن. فكده المناقصة ليست عليه. قال لك بس والشيخ الضباع والشيخ عبد الفتاح القاضي يتابع يراقب التسجيلات وبقوا اللي يتسجل يتزاع. فالقراء الباقيين قال لك لا ده كده هو هياخد الثواب كله نسجل احنا كمان نسجل احنا. فبدأوا يسجلوا. طبعا الموضوع انتشر. بدأت الدول تطلب من الشيخ الحصري الله يرحمه روايات تانية قالون ورش. فبدأ الموضوع ينتشر وبدأت الناس تحفظ بهذا الأسلوب. فكان طبعا ده موقف لا ينسى لمصر طبعا. ولذلك ربنا أنعم عليها بأنها أصبحت دولة القرآن. ودايما يقولوا كده القرآن نزل في مكة والمدينة وقرئ في مصر. واضيف بقى حاجه يعني عشان برضو انا متحيز لبلدي شويه. يقولوا ايه جمله تانية؟ علوم الدين ازهري وعلوم القران احمدي. الله. دي جمله اتربينا عليها. واثبتها لك. الكليه الوحيده بتاعت القران فين؟ في مصر.
كلية القرآن؟ اه في سبربين. كلية المسجد الأحمدي؟ لا القرآن. اللي هي فين؟ المعهد؟ اه كلية القرآن الكريم في سبربين. ده 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 الأزهر؟ اه اه فرع من كلية الشريعة. دي الوحيدة في العالم على فكرة. دي أكبر كلية في العالم. والله. اللي بعدها بتاع المدينة واخدين الأساتذة من الكلية من سبربين. يعني أكبر كلية للقرآن الكريم في سبربين. كل القراء تخرجوا من المعهد الأحمدي. شيخ الشعراوي درس فيه. الشيخ البنا، الشيخ مصطفى إسماعيل، الشيخ الحصري، الشيخ حسان. احنا هنا في قرية اسمها محلة مرحوم، طبعا مركز طنطا. وانا بعتبرها مركز القراء مش مركز طنطا بس. يعني على بعد 500 متر في هذا الاتجاه شبرا النملة بلد الشيخ محمود خليل الحصري. بعدها 5 كيلو كفر الزيات فرازتا الشيخ محمد عبد العزيز حسان. طبعا طنطا هنا الشيخ النقشبندي كان مقيم فيها على طول ومش من طنطا بس اقام حياته في طنطا. من طهطا هو اعتقد. من طهطا من الصعيد. من الدقهليه تقريبا اصلا ولد فيها. فعلا؟ اه. بس هو كان ليه مشوار كده طهطا وقلين ده هو صال وهو اتدفن في القاهره تقريبا. وهنا بيرما على بعد 5 كيلو الشيخ راغب مصطفى غلبش. سيبربي جنبنا هنا الشيخ محمد بسيون ربنا يديله الصحه يا رب. وطبعا هنا كان محله مرحوم الشيخ عبد الحميد ودار الشيخ المبتلين. ميت غزال بعدها الشيخ مصطفى اسماعيل. يعني كل العتاولة هنا. طبعا. طيب. كل القراء المشاهير. طيب بما اننا بنتكلم عن المقامات عايزين برضو الناس المستمعين اللي مش متخصصين بقى يقدروا يميزوها ازاي؟ احنا عندنا كم مقام اصلي؟ نعم. وايه المقامات المتفرعه منها؟ عشان انا اسمع ان الموضوع كبير ده فيه 40 مقام تقريبا متفرع او اكتر. ده كتير قوي. ده كل شويه بكتشف حاجات. في مقامات جديده بتظهر كمان يعني. في مقامات بتظهر جديده. طيب أكيد. فاحنا عايزين نعرف المقامات الاصليه ظهرت فين؟ هل كل مقام ظهر في بلد معينه مثلا؟ هل ظهروا كلهم بالتزامن مع بعض؟ اولا في كل منطقه لها مقامات خاصه بيها. يعني في 70 مقام تبع العراق. 70 مقام تبع العراق دي لوحدها. والعراق دي صاحبه باع في هذا المجال. انا كنت اسمع ان البياتي بس ولا العراقي واللامي وال مدناوي ده كتير جدا. وكل شويه بكتشف نغم انا ما سمعتوش في العراق. المنطقه الحجازيه دي فيها برضو مجموعه مقامات. اصل مقامات 8 اختصروها في كلمه صنع بسحرك. لحد قريب قوي كانوا بيقولوا 7 صنع بسحر. وزودوا الكاف بتاعت الكرد لما اعترفوا بيه. الصاد صبا، النون نهاوند، العين عجب، به بيات، سين سيكا، حا حجاز، را راست، كاف كرد. دي اصل المقامات. كل مقام بيتفرع منه مقام. انا بقول ايه المقام ده شيء زي لون بيشبه لون معين. اشوف الايه معناها ايه، بتعبر عن ايه، ايه اللي انا عايز اوصله. اصل القارئ ده مش قارئ مش بيتكلم وخلاص، ده مفسر وواعظ وبيعمل كل ده بصوته. في آيات إذا استخدم موضوع نغم مش مناسب يغير المعنى. بمناسبة رمضان مثلا، إذا قارئ مثلا قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، قالها كده يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. انت زعلان ليه؟ افطر. انت زعلان ليه؟ فيديك احساس ان القارئ حزين ان فرض الصيام. لا، وممكن واحد بقى مخه مش طبيعي خالص يتوهم ان المولى يتذلل لنا بان ارجوكم صوموا. لا، الملك لا يتذلل، يامر. يبقى في نغم اسمه مقام الملوك اللي هو العجم. مثلا كتب عليكم الصيام، تحس ان ملك بيتكلم. مفيش انكسار. يبقى اذا دي حقيقه. اذا القارئ استخدم مقام غير مناسب التوظيف توظيف المقام. طيب طب في الاعلام انت بتستخدم مقامات. في الحوار بتستخدم بيات. والله انا اول مره اعرف. بنتكلم سوا وبتقول اهلا بيك ده كل ده بيات. انما لو حضرتك هتقدم موجز الانباء او نشره هتقول استخدام طبقة تانية واسلوب مقام تاني العجم. مش هتقول باسلوب الحوار. اصل الحوار ده ان يعني زي ما بكون ايه بنتفاهم بنتحاور. ممكن نتفق او لا.
إنما في الأخبار بتقول خبر مصدق. هل ده معناه ان كل قارئ عنده 8 طبقات للصوت عشان يقدر يؤدي الثمان مقامات ولا انا فاهم غلط؟ مش 8 طبقات. لا الصوت اصلا القارئ بيحتاج 17 طبقه، لان بقول قرار جواب وجواب جواب. ده دي القصه دي هنقعد نتكلم عنها المساحه الصوتيه دي مهمه. طبعا. طب تغيير الطبقات ليه؟ عشان في ناس بتحب القرار الصوت العميق، وفي واحد بيحب الجواب. وفي ايات بتطلب منك كده، بمعنى في ايات عايزه مثلا حزن زي الدعاء اسمه التذلل. مثلا قال ربي اشرح لي صدري، انكسار. اللي قاعد يقول ايه؟ امين يا رب. يبقى حولته من مستمع الى متعبد. وده اللي كنت بتكلم عنه في البدايه، ممكن عينك تدمع كده من الخشوع ومن من المقام المستخدم المتوظف صح. طبعا. والقارئ يعني من هو القارئ المتميز؟ القارئ المتميز اللي يقدر ينقلك من حاله الاستماع العادي الى حاله التعايش التدبر، وكانك ترى القران. الله. تفهم المعاني. انما برضو في المقدمه حضرتك قلت جمله حلوه قوي، انك احيانا بتسمع جمله وبتتكرر. لا ده بتبقى رساله على فكره. يعني انت احيانا مثلا تتفاجئ تصحى الصبح تفتح التلفزيون تلاقي ايه قرانيه. وبعدين تنزل تركب ميكروباص تلاقي مشغل نفس الايه بتتكرر. ده انا المقصود بقى. يبقى الكلام ده ليه؟ انا المقصود. يبقى في حاجه ده دي حاجات بقى علوم احنا ما بتبقى من رساله الهيه للبني ادم.